ووح أنك إنه جوني هتانا وينا دباتها وي دباتها وي جوني وا إن إسلام دي كران وحما قيب سكران مشهوري كران إن تدكي كلا أوصومالي دو حلما قيب سكران. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابي سؤال هو هذا مقالة دو سمراب عاصمة دي معمول قبلات قل مدوك ما أنت وها ونيسا حال كيدنا وقالو سهل حال كيد واسكري إن قري تدكي وان البابا دا كسوا بيخي كرين كان عصي وحيران يون ميال لغا سو عاديك تيسان جرين اسكولات كي وحيران يا عرداد يون اسكول با عادي كرين يددك قارو مغالا ديك قاحا يون نفتو دا العار راي او اسله يان قبيل ليدين ديلين اسله رونتينا واا يان درو يااد يااد وحلو غنحو ما انتو آن اسلهين عاسي مادا مامل قبلات كي قلمو دو وحي قاري دون تا عاسي مادها مامل قبلات كي لسيد قرو وي بايدابو كسمايو ميال حاسي قاري دون تا اسلهين مغالوين كي اول كتكي مغالوين كي اولي كهر ريسي لوسم رب تاريخ دي يمرك ديبو في رسو عاصمة وين مقالة وين أي أهد مركورة إن ما لا بدنا تاريخ يو دولة دي سومالي أي كل هذا ياجرو إن سلبية ووين أي كل هذا ياجرو إن مرك الله يقول مقالة وين هذا كوري سيدا قروه وكالي وين كوري سي مقالة وين كنتو ذا بدن ما أنتنا وحوص الله في رنايا والي قوذ التكي إن وحاك يعني وحانو لنان كالله عيدان كي قوري كي كنعسي حيران لبقو فيا لقدلي او كان عصتاه او ميدكود او شيقيه ان حديق بلشو اما ضد بربر الى هي لا دونو دينته يو علمادو كديرا ان وحان اغناي سومالي او دن مانتا ديب كهستا انو كسو بلاوداي عدوما لا ديلي اي معناه حاله لا توغتي سي حق ترى اي ولي بحق وحدلاي او علشان وحيابا لو اناي سومالي ديباتيده قف كستا او معناه فهمي كرا اما لو اناي لي رادو ديب كحغاس نوغ ييمد وعلوماتاس دباتاد اللوغيستي ما انت من الشيخ ايار دو سمرايب لغو ديلي ريركي ديلان رنتي وحي كوتا حي مقعود اللغو ديلي ايو ريركو مقعود ديلي الحبادن ومواد قادني ريركي مقعود اللغو ديلي ريركي عير مقعود اللغو ديلي الشيخ اللي يري واللغو ديلي اللي يري رنتي دباتا ايو كوتا هو الشيخ ديلان واي بدنا حال ملاي انبا قرمية سيقودنا كلمة دقودن دباتا ايو كوتا دادكا للدلي وحي كسو بلاوة تدباتادو آنو دادكا لأوم بعناها تولوينكا هوسي ماذر دوسا مرايب لغو دلي مرحانا بورا لي رايا وحاسكو دقالي لبرير او والالا او هبر قدر اسلا او مدر كعز او هوس خيري والالا حايا سليبان اي حير ايا ميشا تسكولينا رونتي وحاق قول درستي قول درستي معمولكي مامو قبلات قلمة قدتك كتالين هاي اي اادو قول ترست سو مالدو حتر هذا عانا داتي دبادو دي خابي سوفاك سحن كود داتي سيدن سينا وما معنام حالة هاي ونوح ماضو مارك اللو قيل دي هايو وحك هور تقلها لكن عان سيدو دي لوغ هور تقل قيل البدانة نصمينا قيل من نقوناي تاس قيل من نقوناي سو waxaa di laga hortagi karo waa in laga hortaga waxay ahaayeen dadka xanabuur isku dagaalay dhamaantood waa dambiilayaal in la xiro ay ahayd hadii dowladnimo iyo macnaa maxaa la criminal justice fiican u jiro oo dadka macnaa maxaa lagu abaal mariyo ki wax saxana lagu abaal mariyo ki wax qaldan lagu abaal mariyo dadka la dilo fiir labaduba waa sheekh iyo ganacsade iyo qof caadi iyo ganacsade waa dadkii dhaqaalaha wadanka wax ka bedelay iyo maamul goboleedka waa dadkii macnaa maxaa la dhaqaalaha soo saaray وددكي معناه محل شقده ابو راي وددكي سبندينج كي يوم معناه محلها مغالده اني كلا سقط ابو راي حتى مغالده يا دغنانا ان مالما كوريه بلا كوريه ادان دهو ان markii magaalada banaankeeda lagu dilay laba oday iyo arur la socotay iyo maamooyin lagu dilay oo isla reerkas loo aanayo liiri ayra dil oo magaalada ka sii baxay maamulka ان caasimada maamulka gobolka ان galmi ان maamul goboleedka galmudug hada caasimad hadda ma waxaa reeraha deega galmudug oo dhan caasimad ma waxaa een waxay weeyahay awl saleeban oo ka warhaayo macnaa maxaa lahayd meesha ay dariska yihiin dizuble oo dhulkoodii la heesto oo macnaa maxaa lahayd een aan ayagu meel kale u aadaan ku xukuman inay meesha ay maadaan oo macnaa maxaa ganacsigooda iyo wax walba u soo aadaan murusade oo ayaguna sidoo kale ah oo aan meel kale u aadaan aan lahayn oo cili ciirsi taagan reeraha soo dhan een sidoo kale ugu caasilihii kale oo macnaa maxaa la dhankan ceel dheer iyo degnaa oo ayaguna ku qasban inay dhuusa mareeb imaadaan ayay awalba caasimadu ahayd saacad ma yimaado reerahan kale quweys iyo mareexaan iyo ma yimaadaan waxaa jirtay in had dadka
لسفهنسيناي أو لسكسو تشيداي أو علشان ترتيب ترتيب تدك اللي سو كيناي وددكو ترتيب ترتيب يسكسو نولانا يين وهذا الكي حمسي حدا وحي نقونا ساين لكلبود عطنا إما ساي قادنا ساين ددك هادان لسكسو تشيد هدي أول ترتيب ترتيب لوغو سو تشيداي عاسمة دا لو سمريب لوغو سو تشيداي أن سليبان يدبلي يمرصدي iyo macnaheedu waxa la weeyso lagu soo jiiday hadda xaqay tagaan ayaga si dheeraanay oo kala cararay runtii waa wax aad iyo aad iyo aad looga nax waxa ugu weyn dibka ugu weyn waxa waa Soomaalidu ma ahan in wax la yiraahdo ma ahan in proactive ma waa reactive Soomaalidu markay wax dhacaan baa wax loo leeyahay in waraana daatay dabadeed la qabay waxa ma ahmahayo konton habaa oo cudur daaraya in qofku dambi galo kadibna la daboolo ayaa la soo saaraya oo banaanka loo soo saaraya caasimadii hadda qofkii guru ka dhisa lahaa kalsooni kuma leh in macnaheedu waxa la hayaa in qofkii ganacsi ka fura lahaa kalsooni ma jirto qof walba qabiil uga cabsanaaya oo qabiil aan looga cararaya in dhibaatada iyo macnaheedu waxa la hayaa waxas dhacayna wax ay sameeyeen ma reerka loogu yimid degan waxa sameeyay maamulka galmudug ayaa sameeyay qaladka sayga iskale waxay caasimada inay marar waxaan inay ka taxadaraan ayayd waayo dadka la dhiil gareenaya way qaan dadka la dhiil gareenaya waxa u badan hawiye hawiyana waa wax manaa maxal la waa maxal jir waa isma qasho wax isku mashaaqto in islaam friisato mashuurto waxa soo dhan waa dadan is fahmin ba waayo waxa u taliya waxa noo taliya hadan hawiyana ana iska saarinay waxa noo taliya dadka inteen ugu xun ayaa noo taliya waalay qana dadka in macnaa maxal lahay in hadii aad tagto gobolada waqooyi oo kala hadii aad tagto waxa u taliya dadkooda dhaqanka kama dhaxbaxaan in go'aanada ayaga qaato in dadka ayaga kalceliyo ma arkaysid in maamulka dhaqanka ee macnaa maxal lahay weeyaa ma arkaysaa ayaga oo involved ku ah ama wax kale markii wax dhacaan oo nin la dilo ay inta isku imaadaan ay dilo kala diyo kala qaataan ayagaana cuna xitaa agoontii oo ninku ka dhashay lama siiyo kaliya waxay isugu yimaadaan inay wax cunaan bisa isugu yimaadaan dadka ugu magaca dheer hawiyaha marka dhaqanka la yiraa waxaa ka mid ah imaamka abgaalo kale gudoomiyaha dhaqanka beelaha hawiyo kale xad tusaaloo kale ugaaska xawaadle ugaaska ceer dadkaas oo ma aragtay adigu meel ku jiro oo macnaha maxaa la dhahay dad kale dhexdhexaadinaya waayo ma la dhegaysanayo kuwaas cidna ma dhegaysanayso inna ma maqasho meesha waxaan arkay qoyiga kala marka tagtid ama goboladan Soomaaliland marka tagtid in markuu ninkaas yimaado dhigta loo wada raariya waa la maqlaa waxa la yiraahdaa go'aanka isma gaartaa waan kugu raaxnay kuwan waa magacyaal reerna uma taliyaan waxna macnaa ma laga maqlo xaggan aada hadii la yiraahdo hadii dhahan ma aadaan ayaga mararka qaar nafsadooda halis la geliya wax maqla male waa iskuma taliso runtii wax aad looga naxan marka qaar waxaan jiraa dadkaanayto dad iyo kala xaqay ka mareen ma wax ma maqlaan miya calaashan waa dad nuucay quality iyo macnaa waxa ay soo saar qof walba markuu nafsadiisa u urdaayo oo individual ay wax u raadsanayaan daarad si u urdaayaan oo wax u raadinaa waa yaabaysa waa wax annaga noo gooniya hadana weyna dhibaatoha uu gooniya waa islaamadeey karaan wax ma qaybsan karaan mashuuri karaan dadkii kale oo Soomaalida wax lama qaybsan karaan isma maamuli karaan madaxdoodii ma dhageystaan wallahi waa wax aad looga naxo waa dad macnaheedu xal iskuma taliso ah oo intooda xun bis u taliso hadda yaa la dhageystaa bal ilaahay kugu dhaashay abgaal wuxuu dhageystaa Muuse Suudi meeshii ay ka dhageysan lahaayeen imaamka abgaal meeshii ka dhageysan lahaayeen oo asagu tala u saaxiib ah ninkii macnaheedu maxaa la leeyahay hadda hero wax nooga dhigaan Muuse Suudi oo meel kasta macnaheedu maxaa la Sinaay soo maheen meeshu inta hubka garaaca la yiri maxaad hubka meeshan ugu garaacday oo yiri waa ugu cusbaa hubku uu habaabay waa calshan waa meel dhul abgaal dega waay haddana macnaheedu maxaa la leeyahay waa saas uu galay asagii ayayna haddana dhageystaan asaga ayaa ku yiri oo dadku u sheegay anuu dadka ninka uu in kugu xunaan ah qofka idin kugu xunaan ah haddana ayagii asagii talada saarteen aniga qofigii maal daran ma leh qof iga xun ma jirto keligood ma reer kasta oo hawiyaha wuxuu talada saartay kan ugu xun anuu reer gooni ma taagahayd ama ceer ahaa
أما معناه محلها هراب أهاو أم هبر كثير أهاو أما معناه محلها كان كسو جيد أهاو أو دبلا أما مرصد أهاو أما حواد لا أهاو رنتي هوي وحاب ورنبا ريرك حواد ليرا أو أد أد أدو ملايسين إسبيكيستان أو تلادا كلاقاتان أو معناه محلها تدو حسكا مقلئين هنا أيقونا سيدي للربين ماها لكن وحيك روين انتكال اسم دقيستان اسم مقلان ويكلياع عيان مرحبا قارو حاسرها داد كان حقيقي مادين ما الصومالي ما داد كان كلا ما أركان ميا داد كان كلا نوح لقيا بصدان مربان ميا مركز روح الوليها كان نبادة دالية داد كان اسكسو الدماء اسكسو تشيدة قف كان نوع عاصة وحلوغي قانا الدقن ايان ونقانا دانا وينا كوح دلا كوح دلا وحرفاضية ان معنا دقالها بربورية ان داد كان نولشو دعريري قليانا وحانو نقانا لان ريال يهجاميال يددك الوهرتو يددك وفي عنا النقانا رنتي غير كيجيو رنتي مانت آدي 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 أيي علشان يد مقضي إن حال النوع عسك شو جنتي خبل ميه لكن وحنو أرك مرك قار سما هن إن ددك كوجلو نبي محمد عليه الصلاة والسلام حليري إن هرت ددك كوجلو قرابة هذا وين أدكتها حليري ددك قرابة هذا أدك ان قفل بن وحل كسارين دتي قراوي زين الله الفيديو ورسان سما وحن واجب انت ان وحفهميسين ان الميكروفون انت قاد حنبور مع الله لا تقنو ماشي معنا محل اللي اسكو هيست ابركا جلنجلنت جلنجلنت مع اللي جري ان انت تقنو ان روحه اسكو هيستين مال دت قراوه هاتين ديلك اسك دافا وحوض قبصدا خولها اسكو دايا ان قلبيه اسكو دايا وروحه قبصدا او ودا عب او ودا ياشا oo wada noolaada in la yiraahdo ayaa waajib ah waadad haddi kadib u baahan in wax loo sheego ashahaatinka loo qabto haddi kadib ashahaatinka loo qabto dadku muslimiin waayeen laakiin ashahaatinka isfahanka ashahaatinka isfahanka dadka in loo qabto waa isfahmay in la yiraahdo waad haddi kadib dad in tabliiq loo saaro la yiraahdo walaalaynta la baro iyo dirisaynta iyo waxa la isku yahay la baro caasimadii kelmadu ka hada حال غير الله قحى يا ليري. رنتينا معهن ما أمسناني إن غير كاسيتو الله قحى. لكن حال الله قحى يا أو قحى صوبي ما مرق قلم دوا صوبي. ويا هدو عاصمة ما أمان كده سوق لها ملك استو أدقال كده قلدي ردي ومعناه حالها أي مسؤولية ده أي معناها مدح لقى صار لها وضياش أدقال هذا كله واقع يا ولا مدو حنر كده هيا أفر إلا بعدين صعدت جدود. سلايبانا ويرينا يمد كالوله وير ديارانا ومعنى محالة سو سعدة أو علشان اسكم مرينا يا سوشيال ميديا اسكم مرينا أولا يقان ومعنى محالة هاي انكابة قبيلية الله والأوقية عدة إيهين يقفك إيهين وقريوه ذا ليقان وحنتيدو ذا ليقان أيا علشان اسكم دارانا سوشيال ميديا ورصحافة ذي قبنا أيقو ديارا ودقالما ان وحاس dad it selfa dambiye ba inta maxkamad la soo taago in odagaas if kala qariyay way wuxuu ku ciyaaray nolosha arurta soo baxaysa wuxuu ku ciyaaray dhalinyarada hadda joogta een noloshii odan ayu dilayaa odaga nucaasi oday ma dadka saagina wa qarteen magaalooyinkii waa dambeeyaan een wax oo macnaa hala maanta aad shin sanaysan male maalum kubleed fadhiyaad ma lahaynina معناه محلها يددوا اسم قلادنا لهننا وحوض قيب سيادنا لهننا اسم قلادنا لهننا وضعي حاسم شيخة ينكو دال سو ميل با ينكو فريسان اي ميل با جوجل مر با جوجل وفريسان اصيقيات فروتين ووحي الله لي وحو هستك قادتين رنتي وحلق النحو ادي اد لوغ النحو والله اسم لي هدا ددوح كحد قدب اله قلبي كورهاية لكن حقيقية بيدت كان نوعا وفكرة 2023 محيق هاي لكن هذا نوع حال الربي إن ما أنت حد عرض إيو معلام حالة سيدة حالة دون قد وحلا قبرتو وددك اللي سبرتو واللي سدحكلو ومعلام حالة معامل مادام وماشي كجرو معامل قددك سجيد وح بروغرامس إي بروجكتسا ووح أسك شقينا ما بيجرب وح بروجكتسا وفرن oo ku shaqale in dadka la walaaleeyo dadka la isbaro dadka isdhexgalkooda la hagaajiyo sida ciyaariyo kale gobolada laga qabto oo macnaa maxaa la yiraahdo dadka la isbaro culimadu shirto oo waxyaabo badan projects badan oo la qaban karo jiro oo dadka la isku dhexgali karo ma jirto
odayaasha la yiraahdo een kan calbur ka yimid waa inuu cadaalad tagi karaa oo ku noolaan karaa oo wax ka furan karaa kan cadaalad ka yimid calbur tagi karaa wax ka furan karaa wax raba sameysan karaa kan dhuusan reeb jooga oo meesha raba tagi karaa een kan jowhar jooga dadkii in la isbaro hadda kadib waxay u baahan yihiin dhaqan celin caadi ah way u baahan yihiin oo wallaahi سبحان الله الملك القدوس كان معمول كقبته كودا معمول كقبتنا ما مد سيدا كفكرة ما بحال حقيقة على الله يا مبت لكن علين عادي أيو بهين حتى الدجال ندى مركي أو شباب لا الدجال لا يوكله إن حاجة على جسد الدجال قايبة لتكي بحال القايب لما دا فكره أو دن كان غير كلا دكان هديل لو ويرره أنا معناه محل الدجال كحاجة عن كسر سعد الحين داري ملاس كارو غير كسر يوحي أركايان in salaaban soo weeraray maahane dhankan ceelbuur dhankaas haddii loo dhaafo mursada waxay arkayaan in xeer iyo jubli soo weerareen haddii dhankaas loo sii dhaafo garabli loo sii dhaafo oo jawle iyo la gaaro saruura wuxuu fahmayaa inay abgaal iyo soo weerareen bal waxa nuucaasa dhaqanka nuucaasa fiiri waa xero xero dadka asalka waxaan waxa waa dadkan kala xarxareysan oo magaalo magaalooyinka kala degan oo macnaha maxaa la yahay isdhexgelin haddii qof ku soo biiro dadkaas waxay noqonayaan in la isdilay noqonaysa haddana caasimadii waayo oo meesha ay wax ka socdaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadkeenna xaq fahansiiyo soomaaliya oo dhan xaq fahansiiyo soomaaliya si guud hadda waxa waa iyadiyaaba dadkii adduunyadii oo kale inteedii kale ka hartay etoobiya hadda nukleer ayay samaysanaysaa asaa markaasa waxaa lagu leeyahay tusaale kale ayagoo saas isku leeynaya soomaalida oo dhaqan xumadaasi ka jirto oo ayagu jufajufay isku dagaalaya habargidir isdilayso abgaal isdilaya abgaal hadda iska gubaayo beero iska gubaayo maatada la leynayo oo caruurta yar la dilayo ayaa waxaa lagu leeyahay hadhowtii markii etoobiya imaato iyadoo bad raadinaysa marba haddii etoobiya timaado dhulku waa dhul soomaaliyeed haday seelac soo aadaan ilaa muqdishan ka imaanayna oo kadib maxaa ku difaacay etoobiya hadda waxayba samaysanaysaaba hubka nukleerkay samaysanaysaa waxaana la ogaadayba sababta ay seelac u rabtay inaysan ahayn bad iyo meel wax kasoo degsatay aysan ahayn ee ay rabaan meel ay koronto ka dhaliyaan korontadaas ay u isticmaali rabaan soo saarka hubka nukleerka saddex wadan ayaan u malaynayaa ayaa hadda ruushka waxay la gaareen heshiis ah in la soo saaro in loo soo saaro ee tamarta nukleerka loo soo saaro oo warshado loo sameeyo warshado loo dhiso ayay calashaan ruushka kula heshiiyeen adigu marka xaggee joogtaa marka hub nukleer lagu dul samaysto dhaqaalihii lagugu dul dhisto macnaha maxaa lahaay aad tahayba waxba ma tiid adiguna waxba ma tiid inaad hub nukleer samaysato iskaba dhaaf runtii bay-ada aan haysano waa mid aad iyo aad u saacidaysa inaan hubab ka samaysano inaan wax weyn laakiin caawa dadkii there is no human resources-ka dadka dhanka dadkan khayraadkii dadkan ka dhiman culimmadiiyaa la dilayaa 2023 qabiilo la isku dagaalaya oo leeyahay nin intuu meel soo fariista leeyahay reer hebel ha la weeraro waa odagii reerka reer hebel ha la weeraro reer hebel oo reer hebel iska difaaca magaalooyinka haddii laisla dego anigu waxaan fahmi waayey waxa ay dhibayso xanan buure isku haystaan ninaa baraa ka qoday fiiriya ninaa baraa ka qoray markaasa waxaa la isku qabsaday baraagta kama qodaysid oo dhulkaagii maaha aniga waxa iga yaabshaba intaas waa qof soomaali ah oo magaalo soo dega maxay aniga iga dhibaysaa wuu degay dukaanka wax kasoo gadanaya tusaaloo kale reerka u badan reer ceelbuurana kasoo qaad ceelbuura qof soo dega qabiil kale ah kadib wuxuu dhistay macnaha maxaala guriyuu ka dhistay dukaankii wax kasoo gatay ma fahmayaan dadku dukaankaas wax kasoo gadaa inay dhaqaalaha wax ku darayso waayo macnaha maxaala waxaa rogmaayo qofkaas wax laga gatay haddana alaab kale uu keenayaa bulshada mar walba ay soo badato meesha dhaqaalaheeda ayaaba hagaagaba marka xanan buuro qofka hadduu baraa ka qodo biyihii ayaa badanayaaba la keenaya resourceskii la keenaya ayaa badanaya marka midaa alka wax ka qoday kiya macnaha maxaa laa lagu dilay oo layidhi maxaa uga qoday adigu marihiday anuu sheekadaasaan fahmi waa haddaan garow guri ka dhisto ma dhibaato garow maan ku xadgudba waa may haddaan qardho guri ka dhisto waa soomaalida kalena ogow waa caadi oo qaro qardho ana hadda guri waa ka dhisan karaa boorama waa ka dhisan karaa hargeysa waa ka dhisan karaa laascaano waa ka dhisan karaa kismaayo waa ka dhisan karaa baydhabo waa ka dhisan karaa
براوا كدي سكرا جوهر اه ميل كستو هوي ديغو مغالاد مقدشو ماركا لغا ريبو ميلها كلا غوري كما ديسكرا والي ديلها عاد اللي عنايا بو هود لما انت تتق غوري وا كدي سكرا يو كناسي وا كفورا كرا لكن انت تتق علادو ساعه غفرت او غو ادكانيسا ان انت تتق كان فرتو ان دح فريستو وا غو ادكانيسا الا انه سديدا خلص لجلنا ina wax wada qaybsano oo si nabada ku wada noolaano oo walaalo ahaanana allah na faansiyo een runtiina een waa ducada nabiga kaleey salaatu salaama ahad een oo nabaray allahumma la tusallid aleena ma la yakhafuka wala yarhamna dibku ugu badan ee heesta anaga waxa waayay hadan soomaalinahay maamul xumo qofkan hoggaamiya leadership ka qofkan ka dhigana waa qof oo fiirsaniga meel walba ninka hoggaaminaya waa nin hoggaami kooxeed aha تدلي إلهي عاسيي أن معناه محل دباتوين جيستي تدكيانا في عن مدح كما ديغانو أن قرقورو وحان كدقان أن مدحوينها قل مدود وحانن كان ديريو عيدان هو هقامي كوحيدا فانت هدي لغادل يقول نعم يقول نعم أن محاد يدي إن عبد الرحمن عبد الشكور يددك الله مدكا مدح لغادل يقول فهمه ما عمل كي فهمه أو een mana maxal lahay in dowladnimadii yaqaan maxadiid dad waxa jira aqoon yahana oo maamulka meel ka soo saari kara oo dadkii mana maxal walaalay kara oo dadku isku soo jiidi kara laga miyaabo inuu wax dhiibtaan allekata waxa nacsaab loo yaqaan bakaas oo walaaltinimada raadinayo oo dadkii rabo inuu isdhex galiyo bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay ayaan tala weydiisanayna inuu mana maxal aan waafajiyo ان توفيق ده يعني خير بقى ان دافي الى هي توفيق ده يتلدا انت بقى هوافجيه خير بقى ان دافي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.